رحمة رياض تحتفل بعيد ميلادها من دون زوجها ألكسندر علوم، ورغب علامة وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما 26، وينشران صور اللحظات الخاصة. احتفلت الفنانة العراقية رحمة رياض بعيد ميلادها من دون أن تشارك صوراً ومقاطع فيديو لاحتفال كبير أو وجود مدعوين، في غياب زوجها الممثل ألكسندر علوم وبعده عنها في هذه المناسبة. اقتصر الاحتفال على نشر صور الهدايا التي تلقتها من ألكسندر عبر خاصية ستوريز على حسابها على إنستغرام. المعلمكم وعارفين منه، خلنا يشوف. يا عمري. رحمة شاركت مقطع فيديو تظهر فيه وهي تفتح الهدية التي كانت عبارة عن صندوق صغير يحتوي سلسلة من صور لها مع زوجها، وقد ظهرت متأثرة كثيراً بالهدية وتمنت لو أن ألكسندر كان معها في عيدها. يعني ما أعرف شو أقول لك، أتمنى تكون وياي. شكراً يا حبيبي، أنت والله ما يحرمني منك. وفي سياق منفصل شاركت جيهان علامة زوجة الفنان اللبناني راغب علامة صور ومقاطع فيديو عبر خاصية ستوريز على حسابها على إنستغرام، تظهر أجواء الاحتفال بعيد زواجهما 26. الاحتفال أقامه الفنان وزوجته في أحد مقاهي العاصمة الفرنسية باريس في حضور عدد من الأصدقاء والمقربين. الزوجان ظهرا سعيدين وفي حالة انسجام وفرح كبيرين، رقصا على أنغام أغنيات راغب علامة وتعانقا مراراً.